أغلق ثنائي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الملف المحلي مؤقتاً في ظل ارتباطهما بمباراتين هامتين في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وهي الجولة التي سترسم بنسبة كبيرة ملامح فرص الفريقين في بلوغ الدور التالي. البداية ستكون مع الزمالك الذي سيستضيف الوداد المغربي على استاد القاهرة مساء الجمعة في لقاء سيشهد تواجد البرتغالي فيريرا على مقعد القيادة الفنية بعدما تولى المسؤولية رسمياً خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي دفع منصبه ثمناً للخسارة من الفريق المغربي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف. مواجهة الزمالك والوداد لا بديل فيها عن الفوز للفارس الأبيض إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه في خطف إحدى بطاقتي الصعود عن المجموعة التي تضم بجوارهما الثنائي الأنغولي بيترو أتلتيكو وساغرادا. ويمتلك الزمالك نقطتين فقط في رصيده يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة بفارق 4 نقاط عن الوصيف الوداد و5 نقاط عن المتصدر بيترو أتلتيكو. وعلى مسافة 6265 كيلومتراً من القاهرة يحل الأهلي ضيفاً على سان داونز عصر السبت المقبل في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. أبناء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يسعون لتحقيق الفوز لأكثر من سبب، في مقدمتها الثأر من الخسارة في اللقاء الماضي أمام الفريق ذاته بهدف دون رد وخطف الصدارة من سان داونز، وذلك قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات. ويتصدر المجموعة سان داونز برصيد 7 نقاط، يأتي خلفه الأهلي والمريخ السوداني ولكل منهما 4 نقاط، فيما يتذيل الترتيب الهلال السوداني بنقطة واحدة. وعلى استاد القاهرة سيتسلح الزمالك بجماهيره الوفية وخبرة البرتغالي فيريرا من أجل تحقيق الفوز على الوداد المغربي، في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي لتأكيد هيمنته على القارة السمراء ويعود من جنوبها مظفراً ب3 نقاط. فهل ينجح قضبا الكرة المصرية في إسعاد الجماهير في هذه الجولة أم سيكون للمنافسين رأي آخر؟